السلام عليكم. حلقة النهاردة حلقة لطيفة ولذيذة وخفيفة. هنتكلم عن اتقرر لك عملية، ايه الحاجات اللي المفروض تعملها قبل العملية وايه الحاجات اللي بعد العملية عشان تجيب بيها احسن نتيجة للعملية. لو دكتور جراحة العظام حدد لك وقرر لك ان مشكلتك علاجها هو العملية، ايه العوامل اللي انت تركز عليها عشان تاخد افضل نتائج؟ اهم هذه العوامل الرياضة. اهتمامك بالرياضة خصوصا الفترة الشهر الاخير قبل اجراء العملية، تحسين حركة المفاصل بيساعد جدا على حركتها بعد العملية، تقوية العضلات بيساعد جدا على العلاج الطبيعي بعد العملية. النقطة التانية برضو الشهر اللي قبل العملية لازم تركز جدا انك تمنع التدخين، تحافظ على معدل السكر والضغط لو انت بتاخد ادوية لهم، تتابع دكتور البطنة بتاعك علشان تثبيت السكر والضغط، تتابع مع دكتور التخدير ادوية السيولة بتاعتك لو بتاخد ادوية للسيولة، ولازم تبلغه باي تاريخ مرضي او اي تاريخ لعمليات سابقة، وكذلك اي حساسية من اي ادوية ومن اي اكل لازم تبلغه بيها. قبل ما تمضي اقرار الموافقة على العملية لازم تفهم كويس قوي العملية ايه، النتائج المتوقعة، وايه المشاكل المتوقعة. اخيرا لازم تهتم بالتغذية. التغذية اللي قبل العملية هتحسن جدا نتائج العملية، وهنفهم ده كويس قوي مع الدكتور احمد. زي ما الدكتور راشد قال لك، انت دلوقتي خلاص اتحدد لك عملية مع دكتور العظام، وقدامك اسبوع او اسبوعين وتدخل موعد العملية. عايزك تهتم بالاكلات اللي هقولك عليها دي عشان نقوي المناعة ونقوي الشفاء الذاتي في جسمك، علشان بعد العملية ما تقعدش وقت كتير في العملية، بعد العملية عشان ما تقعدش وقت كتير عما تتحسن. عايزين تحسن سريع بعد العملية عشان ترجع لحياتك وتنطلق. عايزك كل يوم تاخد عسل ابيض. العسل الابيض كلنا عارفين فوائده، عارفين قد ايه هو مفيد للجسم، عارفين قد ايه هو مفيد للمناعه. عسل ابيض، ويا ريت لو حطيت عليه 30 جرام من جنين القمح. عايزك كل يوم تهتم احنا اتكلمنا كتير كتير عن البيض. البيض مهم جدا يا جماعه، فيه الزنك، فيه فيتامين د، وفيه كمان بعض الكالسيوم. وفي حاجه مهمه جدا عايزكم تهتموا بيها لو انتوا داخلين على عمليه، محتاجك تهتم بالبروتين الحيواني، يعني اللحوم من الاخر، لحم ابيض، احمر، اسماك، تهتم بيها بس ما تزودش. 80 جرام بس كفايه جدا، من 80 ل 90 جرام كفايه جدا قبل العمليه. عايزك طبعا تبطل تماما التدخين والكحوليات دي، لازم توقفها تماما تماما عشان نقوي المناعه والشفاء الذاتي في جسمك. عايزكم تهتموا بشحن المناعه عن طريق الحليب الذهبي، وللمعلومات اكتر عن الحليب الذهبي هتلاقوا موجود في الرابط في الوصف تحت. مهم جدا تهتم بالخضروات والورقيات، زي مثلا الجرجير، زي الخس، اي ورقيات موجوده تحاول تكتر منها كتير. ونهتم قوي 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 بالمكسرات، وخصوصا اللوز والكاجو وعين الجمل. بعد العمليه في نصايح دايما بحب اكتبها وانت مهم تكتبها. ارفع الطرف المصاب، حرك صوابعك باستمرار، حط كمادات تلج بس بعيد عن الجرح عشان تقلل التور، امنع الزيارات، اقعد في مكان دايما تهويته كويسة ودايما يكون نظيف. العلاج الطبيعي يا جماعة بعد العملية اهم شيء، ولازم نصحتنا ان انت يكون في مركز متخصص. ممنوع السواقة بعد العمليات، بعد عمليات العظام ممنوع انك تعمل اي علاج شعبي بالمراهم والدهانات والامور دي كلها، والكي ممنوع انك تحمل على رجلك لو عامل عمليه في رجلك، او تشيل اوزان تقيله لو انت عامل عمليه في ايدك. اخيرا، امتى تكلم الدكتور بصفه عاجله او طارئه بعد العمليه؟ لو حصل سخونيه، تورم شديد، الم مش قادر تتحمله، لو حصل نهجان، ولو حصل نزيف لا قدر الله على الجرح. مهم جدا تهتم بالتغذية السليمة وتشرب سوائل كتير ومية كتير. دلوقتي انت طلعت من العمليات بالسلامة والحمد لله، وسمعت تعليمات دكتور العظام اللي قالك عليها وتركز فيها. هنيجي للتغذية السليمة
ومهمة جدا بعد العملية. ليه؟ جسمك بيحارب الالتهابات عند منطقة العملية، جسمك محتاج يبني خلايا جديدة في المنطقة، جسمك محتاج العظام تكون قوية وتنمو بسرعة بعد العملية. فانت محتاج تهتم بالتغذية العلاجية، وركز معايا عشان الكلام اللي هقوله ده نادر ان انت تسمعه في الوطن العربي كله. عايزكم تهتموا، الشوفان الاسمر يا جماعة من الحاجات المهمة جدا في بناء الخلايا الجديدة، مش بس العظام، في الخلايا الجديدة جروح. حاول تاخد الشوفان 3 مرات في الاسبوع، تحط عليه شوية حليب. وكمان محتاجك تركز قوي في الخضروات اللي هقول عليها دي، علشان فيتامين مهم وهو فيتامين كاف. شوربة خضار فيها الكرفس، الطماطم، وكمان البروكلي. وكمان هنهتم بمضادات الأكسدة زي ايه؟ زي الشاي الأخضر. وياريت لو حطيت على الشاي الأخضر من 3 لـ4 قرون من القرنفل. هنهتم أكتر بالبروتين، محتاج انت بقى في المرحلة دي بروتين حيواني بنسبة أعلى شوية. يعني الأول قلنا 80 جرام، دلوقتي بعد العملية محتاج 120 ل 150 جرام من البروتين الحيواني، سواء لحوم، دجاج أو أسماك. وياريت لو عرفت تاخد مثلا السمسم من الحاجات الحلوة جدا اللي بتديك كالسيوم سريع، تاخد لك فنجال سمسم حوالي 2 لـ3 مرات في الأسبوع. وكمان في حاجة مهمة قوي ركزوا فيها واكتبوها عندكم، الزبيب الأسود مهم جدا لعلاج الشيخوخة، وطالما بيعالج الشيخوخة يبقى بيسرع نمو الخلايا الجديدة. بعد ما تتبعوا التعليمات كاملة من تعليمات دكتور العظام وتروح لدكتور العلاج الطبيعي وتهتم بالتغذية السليمة بعد العملية مباشرة، إذا إن شاء الله بإذن الله نتمنى لكم شفاء سريعا ودوام الصحة والعافية بإذن الله. ما تنسوش لايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلكوا الحلقات بتاعتنا الجديدة، وعلشان كل الناس تستفيد. سلام عليكم.